باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. رسالة ربنا لينا النهاردة هي كيف أن نكون أرضا جيدة. جميعنا خلقنا أرضا جيدة لأننا أعطينا هذه الصورة وأعطى لنا هذا المثال أيضا. فالصورة التي خلقنا عليها هي صورة الله، فلا يوجد أبهى منها ولا يوجد أفضل منها. فبالتالي ربنا أعطى لكل إنسان أبهى شيء وأعظم شيء هي صورته فينا، وأيضا أعطانا رسالة مهمة. هذه المهمة هي أن نكون مثال لله في وسط هذا العالم، في الخليقة كلها. وبالتالي هنا لما الإنسان ما قدرش يفهم هذه المهمة، ما قدرش يفهم هذه الرؤية، تجسد المسيح من أجلنا، صار إنسانا مثلنا لكي نعطينا أن نكون مثله. فأعطى لنا هذا المثال، أعطى لنا هذه الصورة الحقيقية. وبالتالي هنا مهمتنا الحقيقية أن ننظر إلى المسيح، هذا المثال الذي صار إنسانا مثلنا، تألم من أجلنا، وبالتالي من أجل أنه يغير من هذه الطبيعة التي فينا لنصير على هذه الصورة. عشان كده كل الأشياء ربنا بيعملها لك، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوين حسب قصده ليكونوا مشابهين لصورة ابنه. وهنا فقط يستطيع الإنسان أن يثمر 100 ضعف. غير كده لو الإنسان ابتدى يدور على صور أخرى في العالم أو أمثلة أخرى في الحياة لن يجد هذا المثال الذي يثمر فيه. عشان كده السيد المسيح النهاردة بيدينا هذا المثل، مثل للحياة، مثل لكل إنسان مننا، لأن المطلوب مننا أن نثمر لملكوت السماوات. فإذا أثمر الإنسان لشيء آخر غير حياته الأبدية فثمره يكون باق على الأرض وليس باقيا له في السماء. عشان كده الكتاب لا يعتبره ثمرا، لأنه ممكن يثمر الإنسان إلى حين ولكنه ينتهي هذا الثمر اللي أثمره. فالثمر الذي إلى حين هو ثمر الأرض الذي يثمره الإنسان وهو على الأرض، عايز أشياء مربوطة بالأرض، عايز أشياء مربوطة بالنفس، عايز أشياء مربوطة باللذة الشخصية، بالإنسان الأرضي، بالإنسان النفساني. وبالتالي هنا لا يمكن أن يثمر لملكوت السماوات. فالثمر الذي يتكلم عنه المسيح هنا هو الثمر الذي لملكوت السماوات. وبالتالي هنا ادانا 4 أمثلة من الناس ممكن يسمعوا كلمة الله ولكن كل واحد منهم بيتعامل معها بصورة مختلفة. قبل ما ادخل في 4 أمثلة دول أسأل نفسي وأنفسكم أيضا سؤال. وقف بولس الرسول يتكلم معنا، وقف يعقوب الرسول يتكلم معنا في القراءات الكنسية، ولقى الإنجيل يتكلم معنا قبل ما يقول لنا الإنجيل يتكلم لنا على أعمال الرسل. أنت فاكر الرسالة اللي ربنا بعتها لك عن طريق القديس بولس أو القديس لوقا أو القديس يعقوب؟ إذا كنت فاكر هذه الرسالة واضحة في قلبك فأنت أرض جيدة، اسمع كلمة الله. وبالتالي هنا كثير من الأوقات
نسمع كلمة الله، ولكن لأنه اهتماماتنا هي اهتمامات أخرى، كأننا أرض محجرة بيلقي ربنا فيها البزار، ونحن لا نسمع لأننا مشغولين بأمور أخرى، مشغولين بالحياة، مشغولين بطلباتنا الشخصية، مربوطين بأنفسنا أكثر مما مربوطين بملكوت الله. وعشان كده الكتاب ذكر عنها أنه ده سقط على الطريق. بذور ربنا حطها لك، بس للأسف كانت على الطريق فأجت أكلت هذه البذور، طيور السماء، يعني هموم الحياة والناس اللي دايما مشغولين بنفسهم. كل مرة بتبقى مشغول أكثر بنفسك، بذاتك المربوطة بالأرض، بذاتك المربوطة بشهواتك الشخصية وباهتماماتك الشخصية، تأتي طيور السماء وتأكلها، تأكل الكلمة، لا تثمر، لأن المشغولية هي مشغولية على الطريق. ما أنت ماشي في سكتك، مش قادر تربي جذور في حياتك. عشان كده بنسأل أنفسنا، سقطت بذور كلمة الله، ومحدش في العالم الآن يقدر يقول لربنا لم أسمع كلمة الخلاص. كل إنسان في العالم الآن سمع كلمة الخلاص، سمع كلمة ربنا. ونحن اللي اتولدنا في هذه الكلمة، اتولدنا في المسيح، بنسمعها كل يوم، ولكن هل نثمر فيها أم لا؟ ده السؤال. فأرض على الطريق، ناس مشغولة بالطرق بحياتها، ناس مشغولة باهتمامات العالم، ويسمعوا كلمة ربنا على الطاير، يعني سريع، ومش قادرين يحتفظوا بكلمة الله في داخل قلوبهم، لأن اهتمامات العالم واخدة كل اهتماماتهم، وبالتالي لا يستطيع أن يثمر، لأنه بتأتي طيور السماء اهتمامات العالم وتأخذ هذه الكلمة منك، فمش هتثمر فيها. وبعدين قال لك في ثمرة أخرى، كلمة الله اللي وقعت على قلب متحجر، فيبان من بره أنه أرض سطحية كده صغيرة، ينبت قليلا وبعد كده ما يكونش له أصل، ما يكونش له عمق. فبالتالي بنسمع كلمة ربنا وإحنا على الطاير، ما بتدخلش إلى عمق القلب، لأنه عارف الإنسان لو دخلت كلمة ربنا إلى عمق قلبه هتغير هذا القلب، هتغيره بالتمام. لكن الناس مشغولين من جهة الحياة الأرضية، ومشغولين من جهة الاهتمامات الشخصية، وعايز يدي مظهر خارجي أنه يقبل كلمة ربنا، ولكنه لا يستطيع أن يعمل بها. ودول مجموعة من الناس بتلاقيهم أن أول ما يسمع كلمة ربنا مبسوط وحلو وفرحان، وممكن يحضر القداسات، وممكن يحضر الاجتماعات، ودايما له مظهر التقوى، ودايما له مظهر خارجي، لكن مفهوش عمق، ليس له عمق، في اهتمامات عميقة في داخل قلبه هي اللي واخدة كل اهتماماته، هي اللي واخدة كل حياته. فبالتالي من بره ممكن يبقى شكل رطوبة صغيرة، ومن جوه مليان حجر قوي جدا مش قادر يقبل كلمة ربنا. وبالتالي هنا محتاج هذا الإنسان أنه يفكر مع نفسه ما هي هذه الحياة، لأنه لو لم يثمر في حياته هتنتهي هذه الحياة وهو بدون ثمر. ممكن يكون له ثمر هذا العالم، لكن ليس له ثمر الحياة الأبدية. لكن في مجموعة أخرى من البشر
أيضا مشغولين مشغوليات غير حقيقية، لأن هناك مشغولية حقيقية وهناك مشغولية غير حقيقية. تلاقي الإنسان محوط نفسه بأمور كتيرة ومشغوليات كتيرة، حتى لو كانت في مظهرها هي مشغوليات صالحة في المظهر الخارجي، لكنه مشغول عن حياته الأبدية بالحياة الأرضية. وده بيمثل لي عبارة عن مجموعة من البزار، كلمة الله ألقيت واختلع الشوك وخنق هذه الثمار اللي المفروض تطلع. الشوك عبارة عن اهتمامات وهموم الحياة الأرضية. ساعات كتير نهتم بالمظهر، باهتماماتنا بالحياة الخارجية أكثر بكثير من اهتمامنا بحياتنا الداخلية، وبالتالي بيحصل إنه الإنسان بيتخنق لأنه ما فيش وقت. وعشان كده كتير من الناس يقولوا ما عندناش وقت نصلي، ما عندناش وقت نعمل عمل الخير، ما عندناش وقت. وكلمة ما عندناش وقت دي معناها إنه لم يستطع الإنسان إنه يضع أولويات صالحة في حياته، وضع اهتمامات العالم في أولوية أكبر من أولوية اهتمامه بحياته الأبدية وبخلاصه الأبدي. وبالتالي بيطلع شوك هذه الحياة وهمومها، وبالتالي بيموت هذا الزرع الذي زرع في قلبه. أما الإنسان اللي اتزرع على أرض جيدة بيسمع ويعمل، وعشان كده الكتاب النهاردة بيدينا هذه الصورة إنه بيأتي بثمر 100 ضعف. 100 ضعف، ومئة ضعف هنا هي رمز لحياتنا الأبدية. وعشان كده بيقول لك إنك أنت تعمل هذا العمل من أجل إنك بترسله إلى حياة الأبدية. وعشان كده جه قراءات اليوم مربوطة بهذا الثمر الذي للحياة الأبدية، هذا الثمر الذي هو 100 ضعف. عشان كده ابتدى معانا إنجيل باكر يكلمنا عن القيامة، تغيير الحياة. عشان كده أول حاجة تطلبها تطلب خليقة جديدة، لأننا بقيامة المسيح صارت لنا الطبيعة الجديدة، الخليقة الجديدة. فهذه الخليقة الجديدة تجعلنا مثمرين لحياة أبدية. من غير ما الإنسان يركز في حياته، في حياته الأبدية وفي الخليقة الجديدة، بيموت الإنسان القديم، الإنسان العتيق، وبيعطينا إنساننا الجديد المخلوق على صورة الله في البر وقداسة الحق. وبالتالي هنا بتبص أول حاجة بتعملها إنك بتطلب من ربنا إنه يعطيك هذه الطبيعة الجديدة، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي. وبتطلب منه هذا القلب الجديد، هذه الطبيعة الجديدة، لأننا في المسيح مخلوقين لأعمال صالحة قد أعدها لنا الله قبل تأسيس العالم. فأنت مدعو لهذه الطبيعة الجديدة، فأنت مدعو لخليقة جديدة، أنت مدعو لهذه الأعمال الصالحة اللي من خلالها بتثمر ثمرا جيدا 100 ضعف. فأنت كإنسان الله لا تقبل أبدا أقل من 100 ضعف، لا تقبل أبدا أنك أنت تظل في أرض محجرة أو أرض على الطريق أو أرض مليانة شوك، هموم العالم والسطحية اللي احنا ممكن نعيش بيها. اطلب من ربنا هذه الطلبة، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. وعلشان احنا بناخد هذه الطبيعة الجديدة التي هي في المسيح يسوع، طبيعة جديدة، خليقة جديدة، مخلوقين لأعمال صالحة، بص تلاقي البولس بيكلمنا على أنك تعطي عطاء مستمرا، لا تطلب ما لنفسك. فبالتالي بيكلمنا عن العطاء
الخارج من داخل القلب المعطي المسرور الذي يحبه الله، انك بتبذل من اجل الاخرين، فبتبص تلاقي حياتك كلها مش مربوطة بالذات، مش مربوطة بنفسك، لانه خلاص انت تخلصت من هذه الرباطات الصعبة، وبتبتدي بتخرج بره هذه الذات وبتشوف حياتك الأبدية، فبتركز كل أعمالك على حياتك الأبدية، بتعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو اللي بيخليك تقف أمام الله، بتعمل هذا العمل وبالتالي بترسله إلى السماء. وبالتالي هنا البولس بيركز معانا على هذه الأعمال الصالحة اللي الإنسان المفروض بيقوم بيها عشان يرسلها لملكوت السماوات. وبيجي يعقوب الرسول في الكاثوليكون بيكلمنا عن اللسان، وإنه ده عالم الإثم والناس مربوطة بيه، فإزاي الناس من خلال فضلة القلب اللي في جواك هي اللي بتعبر من بره. فبالتالي هنا الإنسان بيضبط نفسه بفعل عمل روح الله القدوس فيه، وعشان كده بتطلب حكمة إلهية علشان تعمل فيك. وبيجي الإبراكسيس بيكلمنا عن عمل روح الله في البشر، وإزاي أنه قيامة المسيح هي فاعلة فينا كلنا. وبالتالي هذه الكلمة اللي بيفيها بالناس نقبل روح الله القدوس، وبيحل روح الله القدوس في قلوب البشر، بيعمل فيهم أعمال غير مسبوقة أبدا لفكرهم ولا طلباتهم، لأن روح الله هو الذي يعمل فينا. بالتالي هنا ربنا بيدينا صورة جميلة عن الإثمار اللي المفروض بنعيش بيه، فعل روح الله القدوس، أنك بتضبط نفسك، أنك بتعطي لآخرين. لا يستطيع أبدا أن يحتفظ الإنسان لنفسه بكل شيء، لأنه المعطي المسرور. فبالتالي المعطي المسرور مش بس فلوس ومش بس، لكن حياة، بتعطي من قلبك وبتعطي من محبتك وبتعطي من فكرك وبتعطي من حضورك، بتعطي من كيانك، لأنك في المسيح بتعطي، بتبذل. وبالتالي هنا لما بيجي الكتاب بيكلمنا بقى، بيكلم لنا هذه الصورة وبيحطها لنا، انه ربنا من خلال اختياراتك الشخصية هو يعمل بقوة إلهية فيك، لانك انت ارض بتقبل، بتعمل، بتشيل الشوك من حياتك وبتشيل السطحية من حياتك وبتشيل اهتمامات الارض، وتبص تلاقي حياتك مربوطة بربنا، فيقول لك تبارك اكليل السنة بصلاحك وبقاعك تمتلئه من الدسم. بص تلاقي ربنا بيبارك هذه الحياة. عشان كده خلي بالك، حفظ الوصية بيجيب لنا البركة. عشان كده في سفر التثنية لما تكلم ربنا مع موسى قال له وضعت اليوم أمامك البركة واللعنة، فاختار البركة. والبركة تيجي من إيه؟ إنك تحفظ وصايا الله. أما أنت الآن، فكلمة الله الإله المتجسد يسوع المسيح إلهنا حال فيك، في وسطك، متحد بيك، جواك كلمة الله، جواك فاعلة. وعلشان كده هو يعطينا هذه البركة الدائمة. هل تقبل كلمة الله وبتغير من حياتك؟ إن كنت لسه أرض محجرة، وإن كنت لسه أرض مليانة شوك، إن كنت لسه أرض في الطريق كل إنسان يعبر عليها، مش هينفع أبدا. أطلب الآن والله يستجيب لك. أطلب، قل له قلبا نقيا أخلق فيا روح مستقيمة جدد في أعشائي. أطلب الطبيعة الجديدة التي لنا في المسيح، لأننا إنساننا القديم، إنساننا العتيق نتركه في الأرض، أما إنساننا المخلوق على صورة الله في البر وقداسة الحق هو الذي نحمله معنا. أعطانا بقيامته طبيعة جديدة، حياة جديدة، أرض تثمر
ثمرا جيدا، ثمرا للحياة الأبدية. أطلب الآن من ربنا يعطيك هذه الطبيعة الجديدة التي لحياة أبدية لكي تثمر كل يوم في حياتك. ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة، ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد. أمين.